صباح الخير حسين. ولا حسين، حسين ايه صالح تقيل من ايامك كده يا ابني؟ كده برضه يا صالح عايز تسيبنا وتمشي؟ طب ازاي؟ ده احنا عايشين هنا بحسك، ده انت لو مشيت هنبقى احنا يتامى. ولا يا فؤاد، انت كل يوم تبعت لي اخ من اخواتي؟ في ايه يا فؤاد؟ ذنب ايه عيل زي ده عشان تعطله عن شغله عشان يجي يربوا زي دول؟ اعمل لك ايه؟ طالما كلامي معاك مش نافع، قلت يمكن كلام اخواتك ينفع. تصدق بقى فؤاد، انا كنت عايز اسافر 100% لما شفت حسين اخويا، هسافر 1000%. وريني بقى يا صالح هتسافر ازاي؟ هو عنده ولا ايه يا فؤاد؟ جرى ايه؟ بقول لك مش هشتغل تاني ولا هسوق عربيات تاني يا فؤاد. خلينا نفضها كده بالحب والجدعنه زي ما بدأناها. انا عمري ما اذيتك في حاجه، ولا هو لوي دراع. انا يا صالح، انا كل هم ان احنا نحافظ على شركتنا. يا عم لا شركه ولا مش شركاش بقى. استنى استنى انت يا عم فؤاد. بص يا اخويا، شوف يا صالح، انت لو مشيت دلوقتي احنا كلنا كده هنتبعتر. اسمع فؤاد، انا متاكد اللي انت بتعمل ده كله بالحب مش بكره. طبعا يا صالح بالحب، وانت عارف كويس قوي انا عمري في حياتي ما كرهتك. ولا انا عمري كرهتك يا فؤاد. نقسم البلد نصين ازاي؟ انت تيجي معايا بكره البنك تمضي على التعهد او التفويض اللي هم عايزينه ده عشان احول فلوس على مصر، والشركه وعربيات النقل تفضل شركه بيني وما بينك. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي، اهو ده الكلام. ايوه حلو، الشركه تفضل زي ما هي. خلاص يا صالح، انا هعدي عليك الصبح ونروح البنك، يمكن يمكن ترجع في قرارك تاني وتفضل الشركه زي ما هي. ادخل بقى وملي عينك من الشقة. بسم الله ما شاء الله، حلو قوي. شقة عرايس عجبتك قوي؟ خلاص انا هتفق مع البواب ما يطلع لكش حد. المهم بس تقول لي هتقعد فيها قد ايه؟ مش هطول، يومين ثلاثة كده. بيني وبينك انا اوعى مش عايز اسافر تاني. والنبي صحيح يا صالح؟ اه والله الحادثه الاخيره دي كررتني في السفر. ايه ده؟ ما تقوم تقعد على الكنبه، هو لسه في حد بيقعد على الارض؟ براي نوسه عاطي النبي عربي. انت عارف انا حلم حياتي ايه؟ ايه؟ اشتري حته ارض كبيره وازرعها، يبقى عندي بقر ومعيز وطبليه وجلبيه. يا صالح يا صالح، فوق بقى جننتني. انا اكتر وقت فايق فيه الوقت. مش فاهم. افهمك ايه بس؟ بقول لك اقعد هنا ومش هسافر تاني، هقعد في مصر. قشط عليك، هو ده الكلام. بس المهم انت هتقعد فين؟ الشقه اللي انت قاعد فيها ايجارها في اليوم 300 جنيه، يعني ما ينفعش تقعد فيها فتره طويله، بكترها يومين ثلاثه. ما انا هعمل كده يومين ثلاثه لغايه المشروع اللي في دماغي ما يستوي وانفذه. والنبي صحيح يا صالح؟ اه والله. ايوه كده، ايوه كده بقى يا اخي. خليك قاعد جنبنا في حضن حبايبك والناس اللي بتحبك. المهم يعني المشروع اللي انت بتفكر فيه ده تدرسه كويس قوي عشان ما تخسرش تاني. براي نوسه، هو انا عيل صغير زمانك بتلاقيها على موضوع البيت القلعة؟ لعلمك بقى خسرت البيت القلعة ده هو اللي بيخليني افكر ابني بيت لاخواتي. ما انا اللي خسرت البيت لازم اعمل لهم بيت. ايوه بس انت بقالك كتير بره مصر وما تعرفش البيزنس هنا شغال ازاي دلوقتي. بيزنس؟ حبي كنت بتزملكك كده في الكلام وتكلمي في البيزنس. ايه يعني حصل ايه؟ شغل كله شغل. البيت ده دلوقتي يساوي كتير قوي. البيت ده يجيب شيء وشويات، ده دلوقتي بيتباع بالسنت. انا عارف انت بتحب اللات والعاد، ما قلنا البيت ده ان شاء الله ربنا يسهل وارجعه. بكلمك في المشروع اللي انا هجيب اخواتي ونرجعوا معايا. البلد دي فيها شغل ياما، فيها كنوز، عايزه بس اللي يشتغل ويفكر. انا حلمي ان انا اعمل مشروع كبير، الم اخواتي حواليا واجوزهم ويخلفوا ويبنوا لي البيت. ايه حلو قوي الحلم اللي انت بتقول عليه ده يا صالح. قوي. طب يعني ما نفسكش تحلم لنفسك الحلم ده؟ انت مجنونه، ما هو ده حلم اللي انا بحلمه.
الله، انت اللي طبخه يا موسى؟ امال ايه؟ ما شاء الله نفسك حلوه قوي. انا شاطره جدا في الطبيخ، انا لهلوبه كمان في الحلويات. قولي بس انت عايز تاكل ايه بكره وانا اعمله لك. لما يجي بكره ربنا يحلها. قول بس ما تتكسفش. مش مكسوف، بس انا بعيش اليوم بيوم كده. ماشي. قول مبارك. رمش. اللي قولي يا صالح، هو انت ليه يا اخويا بتنام على الارض على طول؟ مش بتنام يعني على السرير زي بقيه خلق الله؟ من يوم ما شيرين مراتي ماتت ما دخلتش اوضه النوم ونمت. من بعدك ما عرفتش طعم النوم ولا الراحه. مبروك. خلي بالك في اول 3 شهور الحمل فيهم بيبقى حساس قوي، بلاش حركه خالص، وكمان يا ريت تقل من المجهود على قدر الامكان، وكمان تخلي بالك من مواعيد الاكل بقدر المستطاع. بس انا يا دكتور واخده منع حمل. بتحصل. ألف مبروك. ميرسي يا دكتور. أنا اسمي تفضلي.